استقبل الهلال الأحمر المصري طائرة مساعدات تركية بمطار العريش تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة. هذا ويواصل رجال الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء العمل على مدار الساعة لاستقبال المساعدات المقدمة لأشقائنا في فلسطين. كانت مصر قد دعت جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي. اليوم استقبلنا بالفعل طائرة من دولة تركيا تحمل 24 طن من المساعدات الغذائية والأدوية، وننتظر دعم الدول الشقيقة لأهالي فلسطين. والهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء في حالة طوارئ لمدة على مدار ال 24 ساعة في اليوم،